حبايبنا عالشارع وبيوتنا والدكاكين وعلى الخير اللي في. صباح الخير مشاهدينا، مشاهدي برنامج ساعة رزق، اهلا بيكم من جديد. وفقرتنا النهارده هي فقره مميزه، لان انا النهارده معايا ضيفه مميزه كلامها يهم كل ست وكل بنت مقبله على الزواج او متزوجه. رحبوا معايا بالدكتوره الجميله تغريد شلبي، استشاري امراض النساء والتوليد، دكتوراه امراض النساء والتوليد والعقم، واستشاري اطفال الانابيب، حاصله على الزماله البريطانيه لجراحه النساء والتوليد بجامعه لندن. اهلا بحضرتك يا دكتور، يا دكتورتنا. أهلاً. وحضرتك منورانا وشرفانا النهارده في برنامجنا ساعه رزق. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا يا مرام. دكتوره تغريد، ممكن تعرفي المشاهدين بنفسك، ويا ترى يعني ايه هي قصه نجاحك الكبيره في مجالك؟ انا دكتوره تغريد شلبي، استشاري امراض نساء. انا طبعا اتخرجت، مش عايزه اقول من سنه كام عشان ما تعرفوش ان انا كبيره قوي كده. لا حضرتك جميله والله. انا خدت الماجستير في امراض النساء والتوليد، بعدين خدت زماله بريطانيه من انجلترا، بعدين دكتوراه امراض نساء من جامعه الازهر. 34 سنه بشتغل في مجال النساء والتوليد، والحمد لله يعني حققت حاجات كتير جدا، وعندي خبرة الحمد لله، يعني بحاول أفيد بيها الناس يعني الحمد لله. الحمد لله يا دكتور، دايما يا رب حضرتك كلامك جميل ومعلوماتك ممتعة إن شاء الله. طب إمتى يا دكتورة السيدة تزور طبيب النساء بدون أي تأخير؟ والله يا مرام في حاجات كتير جدا بتخلي البنت أو الست يعني قبل الجواز برضو لازم البنت تروح، مش لازم إنها تبقى ست متجوزة عشان تبدأ تكشف. يعني متاح إن البنت كمان تروح، البنت الصغيرة بالظبط. البنات اللي بيتأخروا في إن الدورة الشهرية تجيلهم في الأول خالص من سن 14 سنة والدورة ما جاتلهاش، لازم تروح تكشف طبعا وبصحبة مامتها. البنت اللي بدورتها بتيجي كتير جدا او بتيجي بنزيف، لخبطه الدوره عموما في جميع الاحوال لازم طبعا تكشف. البنت اللي هي عايزه تخس ومش عارفه وفي اي صعوبه في انها توصل للوزن المثالي بتاعها بالظبط، يعني ممكن يكون لخبطه هرمونات، وكل الهرمونات دي ممكن تكون سبب في لخبطه الدوره. الست طبعا اللي عايزه تحمل وعايزه لسه هتتجوز، كل الكلام ده محتاج كشف. اللي عندها شويه التهابات بسيطه لازم تكشف طبعا، ما تهملش ابدا اي حاجات بسيطه. شويه الانيميا، ليه، ايه سبب الانيميا، طب هل في مشكله ليها علاقه بالدوره او بالهرمونات، الكلام ده كله طبعا محتاج كشف. بغض النظر طبعا عن الجواز، ده قصه تانية يعني. طيب بما ان حضرتك اتكلمتي عن البنت قبل ما تتجوز عشان تحمل وكده، يعني عايزين نعرف لو اتنين مقبلين على الزواج، يا ترى ايه هي الفحوص اللازمه، وهل في خطوره في زواج الاقارب زي ما احنا بنسمع؟ هو طبعا فحوصات ما قبل الجواز دي مهمه جدا بقى، ولازم تتعمل عند طبيب متخصص. يعني ما ينفعش ان انا اعمل زي صاحبتي وخلاص يعني، واروح اعمل اي معمل تحليل واعمل تحاليل. فلازم طبعا بتكشف، اولا بتعمل تحليل هرمونات، بتكشف على الرحم والمبايض عندها بالنسبه للمراه طبعا، ده غير الراجل طبعا بيروح لامراض الذكوره. بيعملوا لو هم قرايب بقى بيعملوا لازم تحليل جينات، وتحليل الجينات الوراثيه حسب هل هم عندهم تاريخ مرضي في العيله، اي مرض وراثي كان في عند اطفال قبل كده، ولاد عمها ولاد خالها، لو في العيله كلها متجوزه من بعض وعندهم مرض معين. المرض ده لازم يتعرف ايه هو قبل الجواز. هو طبعا جواز القرايب فيه مشاكل كتير جدا لازم نتفاداها من قبل ما نتجوز، هنعرف المرض ايه ولازم نكشف في مكان متخصص زي مركز قومي للبحوث، بنعرف ايه الجين المسبب للمرض ده وايه نوعه، وهل نقدر نتفاداه ولا لا، وايه نسبه تكرار حدوث المرض ده. ولازم يبقى عندهم وعي هل هنتجوز اصلا ولا لا بوجود المرض ده، ولو مفيش امراض الحمد لله يبقى نشوف الحاجات الثانيه، الهرمونات، عندهم اي مشاكل في الحمل، هتحمل بسهوله ولا هيبقى في اي صعوبه في موضوع الحمل ده لو مفيش اي مشاكل وراثيه. بس طبعا دي ثقافه لازم تنتشر في المجتمع كله، اللي هي كشف ما قبل الجواز سواء قرايب او مش قرايب. تمام. طب بعد الزواج يا دكتوره، ازاي الزوجه بتستعد قبل الحمل باستقبال طفل سليم؟ اولا لازم طبعا البنت تبقى فاهمه يعني ايه حمل، لازم تقرا ولازم تدخل على النت وتفهم ان الحمل ده ليه مشاكله، وهي مسؤوليه كبيره جدا ليها عشان تجيب جنين سليم. فلازم تكشف على الاقل حاجه 3 شهور قبل الحمل، لازم هتروح للطبيب المتخصص، هتعمل تحاليل وهتعمل طبعا موجات فوق صوتيه، من الهيستوري بتاعها او من التاريخ المرضي بتاعها بنعرف اذا كانت الحاله دي هتمشي كويس في الحمل او عندها مشاكل. لو في اي مشكله لازم تتعالج قبل ما تدخل في حمل، بناخد وسيله منع حمل امنه لغايه ما نحل المشكله دي.
تاخد فيتامينات طبعا معينه 3 شهور قبل الحمل اقل حاجه. طيب انا كنت عايزه اسال حضرتك، السمنه هل ليها تاثير على الحمل وليه؟ لو ليها تاثير يا ترى ليه؟ هو طبعا السمنه اصلا للاسف هي ممكن تمنع الحمل اصلا لو هي زياده في الوزن شويه، لانها بتعملها لخبطه هرمونات. فلازم نتاكد الاول هل السمنه دي بسبب مرضي ولا هي طبيعه جسم واحنا ممكن نتغلب عليها. السبب المرضي مثلا ممكن يكون عندها كسل في الغده الدرقيه هي اللي عاملاها السمنه، ويكون في صعوبه انها تنزل. فمنع الحمل دي اول مشكله، لما بتحمل بيبقى في مشاكل كتير جدا في السمنه، من ضمنها ان ممكن يجي لها ضغط حمل، يجي لها سكر، يجي لها تسمم حمل لا قدر الله، البيبي نفسه بيطلع مش سليم، ممكن يجي له تشوهات، ممكن يجي لها اجهاض مثلا من السمنه. الكشف بالسونار حتى في الحالات اللي هي مليانه شويه بيبقى صعب. يعني لما نيجي نكشف بالسونار على البيبي ساعات ما بنقدرش نكتشف البيبي ده سليم ولا لا، مجرد انها مليانه ومش عارفين نكشف كويس بالمجات الصوتيه وثلاثي الابعاد. فلازم طبعا ننزل في الوزن قبل ما ندخل في الحمل. تمام. طيب وسائل منع الحمل يا دكتور في اول الزواج، بما ان حضرتك اتكلمتي عليها من شويه، هل ممكن تاثر او تاخر الحمل لما الزوج والزوجه يحبوا يستقبلوا طفل بعد كده؟ والله يا مرام بصي، هي وسائل منع الحمل كتيره جدا ومش كلها تنفع لبنت لسه متجوزه. قبل الجواز لازم اختار الوسيله المناسبه للبنت حسب برضو الكشف بتاعها وحسب تحاليلها، ولازم بقعد مع الزوج والزوجه بفهمهم مشاكل كل وسيله، مش كل وسيله هتنفع طبعا. حكايه يعني لو واحده عايزه تعمل كده لازم تروح تزور طبيب. لازم هنكشف. بعدين حبوب منع الحمل ليها انواع وليها مدار، وكل واحده ليها ميزه عن الثانيه، تمام؟ فلازم انا بقعد مع الحاله وبفهمها. تمام. طيب يا ترى يا دكتور الاجهاض المتكرر ايه معناه وايه هي اسبابه وهل بنعالجه ازاي؟ ايه هي طرق علاجه؟ الاجهاض اننا الحمل نفسه ما بيكملش. كلمه اجهاض، لو انا الحاله اجهضت مرتين ورا بعض خصوصا لازم تروح تكشف. الفحوصات اللي بتتعمل فحوصات كتير جدا، من ضمنها تحليل الزوج والزوجه اسمه تحليل كروموزومات وراثيه، ده نقطه مهمه جدا. الام نفسها بنعملها ثلاثي الابعاد عشان نشوف لو في تشوهات في الرحم بتاعها ممكن يؤدي الى الاجهاض، ادي اول حاجه. تاني حاجه بنعملها تحليل كتير جدا من ضمنها تجلطات الدم وحاجات مناعيه وغده درقيه، وتتعالج كويس جدا قبل ما تدخل في الحمل. تمام. يا ترى ايه معنى حمل خطر؟ هو اصلا يا دكتور هل في حاجه اسمها حمل خطر؟ هو الحمل الخطر طبعا بيشمل حاجات كتير جدا، من ضمنها يعني حاجات بسيطه قوي زي تقدم المشيمه مثلا، المشيمه تكون نازله شويه، ان الحمل ده يكون توأم او ثلاث بيبيهات جوه، مش لازم يكون حمل واحد. الحاله اللي بتجيلها ضغط حمل وسكر حمل، او جالها قبل كده تسمم حمل، او جالها قبل كده طفل معاق، او طفل مش سليم، او البيبي مات منها بدون سبب، كل دي بنسميها حمل خطر، ودي محتاجه متابعه مخصوصه. طيب في حاجه جديده يا دكتور اسمها التجميل النسائي، يا ترى ايه هو؟ والله التجميل النسائي مرام دي حاجه جميله جدا، ويا ريت كل البنات عندهم وعي بيها، لان التجميل مش بس وش وشعر وجسم، وان انا لا، في حاجه اسمها تجميل للمناطق الحميمه، وده التجميل طبعا بتلجا له الست اللي هي ولدت قبل كده، عملت خياطه قبل كده من تحت، او انها بتشعر مثلا بجفاف من تحت، بيجي لها التهابات كتير، في ترهلات معينه حصلت بعد تقدم السن او بعد الولاده، فالكلام ده كله ليه علاج، وعشان البنت دايما تفضل واثقه من نفسها وجميله. طيب تمام. اخر سؤال في فقرتنا، عايزين نعرف ايه هي مفاجاتك لمشاهدي برنامج ساعه رزق يا دكتور النهارده؟ والله هي مش مفاجاه بالمعنى، بس انا نفسي اي حد يعني هيجي لي العياده ان شاء الله يقول لي بس انا تبع مرام، ونعمل له خصم جميل جدا ان شاء الله مدى الحياه باذن الله. ميرسي يا دكتور، حقيقي ميرسي بجد على الكلام الجميل وعلى المعلومات الممتعه دي. وفي نهايه فقرتنا انا بشكر الدكتوره تغريد شلبي، استشاري النساء والتوليد والعقم واستشاري اطفال الانابيب بالقصر العيني، والحاصله على الزماله البريطانيه لجراح النساء بجامعه لندن. حقيقي انا بشكرك يا دكتوره، وحقيقي نورتينا وشرفتينا حقيقي. تسلمي يا حبيبتي، في برنامج شكرا انا بشكرك جدا. احنا اللي بنشكرك والله، وسعداء بوجودك معانا. ولسه مكملين في فقراتنا في برنامج ساعه رزق مع مذيعينا المتالقين وضيوفنا المميزين، لكن بعد الفاصل صغير استنونا، واوعوا تروحوا في اي حته.